نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا في المملكة الأردنية الهاشمية، تقول أم البراء. أم البراء، عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذه القضية تقول: ما حكم الزوجة التي لا تؤدي حقوق زوجها منذ 6 سنوات، وعند النزاع مع زوجها وعند رجوعه من العمل وحضوره إلى البيت يرد السلام عليها فلا تجيبه، ويسألها ولا تجيبه، وفوق هذا كله تقوم بعتاب به وبإعلاء الصوت عليه والصراخ، مع العلم أنه طيب في قلبه وعطوف حنون، ويعاملها المعاملة الحسنة مقابل معاملتها السيالة، ويؤدي حقوقها على أكمل وجه ويحترمها، ويقوم بالإنفاق عليها وعلى أولادها على أكمل وجه، وهو شخص يصلي ويخاف الله ويخشى، ولهم 6 سنوات وهم على هذا الحال. وحينئذ الرجل يرتدي من الله الفرج ويبلغ من العمر 59 عاما، وهي تبلغ 56 عاما، وهو صابر على ذلكم الحال حتى يلقى وجه ربه الكريم. وصلة القرابة بينهما أولاد الخالة، وكونه قريبنا نريد أن تفيدوننا جزاكم الله خيرا بما يقرب بين قلبيهما، وفقكم الله وأحسن لكم الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على الزوجة طاعة زوجها بالمعروف في غير معصية الله، وقد جاء الوعيد الشديد على المرأة التي تعصي زوجها في حق من حقوقه، فقد جاء أن من باتت وزوجها ساخط عليها لعنها من في السماء حتى تصبح، أو لعنتها الملائكة حتى تصبح. وجاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ولما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكات أو الشكات وتكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحدى كنا الدهر، قالت: ما رأيت منك خيرا قط، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المرأة تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تؤدي حق زوجها، وأن تطيعه في غير معصية الله، فإن خالفت فعليها الوعيد الشديد. فهذه المرأة المذكورة في السؤال إذا صح ما وقع عنها وصح أن زوجها يحسن إليها، فإنها تكون آثمة إثما عظيما، فعليها بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والمبادرة بذلك، واسترضاء زوجها، طلب المسامحة منه قبل أن يفوت الأوان، فتندم حينما لا ينفع الندم. نعم.